الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك: إن ابنه لا يصلي إلا بالبيت بحجة أنه لا يوجد دليل من القرآن يوجب عليه الصلاة في المسجد، يقول فكيف أجيب عليه؟ الحمد لله رب العالمين. لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، والحق الحقيق بالقبول هو أنها فرض كفاية على الرجال، لا يجوز لأحد من المكلفين من الرجال أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد إلا لعذر شرعي ومسوغ مرعي، وقد دل على وجوبها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاعتبار الصحيح ومقاصد الشريعة. فأما من القرآن فقول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، فلم يأمرنا الله عز وجل بالركوع فقط، بل أمرنا عز وجل أن نوقع هذا الركوع مع الراكعين، وهذا لا يتحقق إلا في صلاة الجماعة، لأن الإنسان في بيوت الله يركع مع الراكعين. ومنها كذلك أن الله عز وجل أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف الشديد، في حال الحرب، فقال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، الآية بتمامها. فإذا كان الله عز وجل لم يعذر المسلمين في حال المسايفة والقتال والحرب والخوف الشديد أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة، أفيجيز الله عز وجل لهم أن يتخلفوا عنها في أمصارهم وبيوتهم وفي بلادهم وأوطانهم في حال الأمن والاستقرار وهدوء النفوس؟ الجواب: هذا لا يتصور أبدا. فإذا كانت صلاة الجماعة على الرجال المكلفين واجبة في حال الخوف، ففي حال الأمن وجوبها من باب أولى. وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال يا رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان هذا الرجل الأعمى لا يجد من يقوده إلى المسجد في غالب أحواله، وبينه وبين المسجد شيء من الأخطار، ومع ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته، أفيجوز للإنسان منا إذا كان قادرا قد أنعم الله عليه بنعمة البصر والصحة والعافية والأمن والاطمئنان والفراغ أن يتخلف عن صلاة الجماعة، لا سيما إذا كان المسجد قريبا من بيته؟ الجواب: هذا لا يتصور أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على هذا الأعمى أن يشهد صلاة الجماعة مع إخوانه المسلمين في المسجد، ولم يرخص له مع أن فيه عذر، وهو أنه أعمى ولا يجد قائدا يقوده. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم من يتخلف عن صلاة الجماعة لا سيما في صلاة العشاء والفجر بأنه منافق، ولو كانت صلاة الجماعة نافلة يجوز تركها ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لما استحق تاركها أن يوصف بسبب تخلفه عن شهودها بأنه منافق. فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عنها بالنفاق دل على أنه فرط في صفة شرعية واجبة، فمن فرط في شيء من الواجبات الشرعية هذا هو الذي يوصف بأنه منافق، وأما من تخلف عن شيء من النوافل فلا يوصف بسبب تخلفه عن أمر مندوب بأنه منافق، فهذا يدل على وجوبها. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق الذين يتخلفون عن شهود الجماعات في بيوت الله أن يحرق عليهم بيوتهم، فهل هذا بسبب أنهم تخلفوا عن أمر مندوب؟ الجواب لا يتصور ذلك. أو يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا لم يفعلوا أمرا مندوبا؟ الجواب لا، بل ما هم بهذه العقوبة العظيمة البليغة في تحريق بيوتهم إلا بسبب تخلفهم عن شهود أمر واجب. وروى الإمام ابن ماجه في سننه بإسناد على شرط الإمام مسلم، وصححه ابن حبان وابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا سمع الإنسان الأذان فيجب عليه أن يشهد الجماعة، فإذا صلى في بيته ولا عذر له فكأنه لم يصلي، لقوله فلا صلاة له إلا من عذر. وروى الثلاثة وصححه الترمذي من حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما فرغ من صلاته إذا هو برجلين لم يصليا، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، أي في خيامنا، لأن هذا كان في منى. فقال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام فلم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. فأمرهم النبي فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلفوا عن جماعة المسلمين، وأنكر عليهم هذا الإنكار. وهذا دليل على أنهم تخلفوا عن شهود أمر واجب. والأدلة في ذلك كثيرة. وأما من الاعتبار الصحيح ومقاصد الشريعة، فمن المعلوم أن صلاة الجماعة هي من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والمتقرر عند العلماء أن ما كان من شعائر الإسلام فإنه يوصف بالوجوب، ليس ثمة شيء من شعائر الإسلام يوصف بأنه مندوب. فالأذان من شعائر الإسلام فهو واجب، والإقامة من شعائر الإسلام فهي واجبة، والجهاد من شعائر الإسلام فهو واجب، وكذلك صلاة الجماعة من شعائر الإسلام فهي واجبة، وصلاة العيدين من شعائر الإسلام فهي فرض، أي واجب. فجميع ما يوصف بأنه من شعائر الإسلام الظاهرة والتي تتميز به بلاد المسلمين عن غيرها من بلاد الكفار، هذه توصف بأنها واجبة، كما حققه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلا يجوز للرجال المكلفين أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة. أسأل الله عز وجل أن يهديني ويهدي ولدك ويهدي ضال المسلمين، وأن يرزقنا والمسلمين جميعا المحافظة على شهود هذه الصلوات الخمس في بيوت الله حيث ينادى لها. ونسأله أن يقينا شرور أنفسنا وشهوات بواطننا. والله أعلى وأعلم.